في طبعة ثانية من البطولة الوطنية لأقل من 17 سنة المؤهلة للبطولة العربية بالجمهورية العربية المصرية في شهر أوت المقبل. اليوم نحن كاتحادية جد فخورين بالمنافسة اللي كنا حاضرين فيها واللي لأول مرة نقولها باللي شهدت حضور 9 نوادي من 5 ولايات، وهذا الإقبال اللي كان غايب عليه كرة القدم لعدة سنوات طويلة. اليوم رانا نشوفوا باللي كاين إقبال من نوادي جديدة راهي تحاول تبرز المواهب تاعها وتبرز ثقافة كرة القدم. احنا نشجعوا فيهم. اليوم فزنا بالمرتبة الأولى في البطولة لأقل من 17 سنة. الحمد لله على هذا التتويج. الشكر لأول للفيدرالية اللي قاعدة تهتم بهذه الرياضة في السنين الماضية اللي كانت شوية راحت، دركا راهي معودة قوية.